مدينة المهدية مدينة ساحلية تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة تونس، وبخلاف السياحة والصيد البحري، المهدية عندها خاصية تمتاز بها على بقية المدن التونسية. قابل النقاش وترى البحر تحت الدرجة النارية، فهمت الله، والحاجة مشهورة معناها في الفيسبا، هي المرتبة الأولى، فهمت الله، من ناحية السكوترات. ثاني فهمت الله من ناحية الطرقات ماهيش هيك الكل، معناها الفيسبا أصح وأسرع وزيكونومي بتاع ليسونس. سنسنا بها، فهمت الله، من قبل سنسنا بها، معناها ملي تخلقت هي اللي هنا هي سكوتر، أول سكوتر اللي هبطوا هنا في المدينة هي سلعة ثانية سكوتر، ويحبوهم ياسر ومطلوبين وصحاح في المشي وصحاح تركب عليها حتى زوز. أوزلي الفيسبا موجودة بكثرة في المدينة لخاطر عندنا برشا عايشين في إيطاليا، واللي في إيطاليا بطبيعة الحال أول حاجة في بالك هي الفيسبا. وجود الفيسبا بكثرة في المهدية منتج عليه ظهور مشاريع أخرى ساهمت في المشكلة الاقتصادية في المهدية. جماعة إيطاليا تتفاصل هما يجيبوا سكوترات مغادك، أول حاجة هم يساعدهم باش يجيبوا سكوتير، أول مهاجر فهمت في إيطاليا كي مش يجي لتونس فهمت بالفاكونس يجي بك سكوتير معاه، فهمت لا يشريها مغاديك كما نقولوا 300 اورو ولا 400 اورو، يجي هنا يبيعها بمليون، فهمت لا، معناها يركب حتى الفواياج نتاع البطو نتاع البيه نتاع برشا ناس، ولا في كل بلاصه سيكليست ولا يخدموا ولا لاباس عليهم، وثم اللي عنده حتى زوج صناع، وثم عندهم فهمت يجيبوا بيس دي تاشي جديد، يجيبوا البنوات جديد، يجيبوا معناها من ناحيه السكوتير هذيك علاش الاغلبيه خذاها، على خاطر البيس دي تاشي موجوده، فهمت، يجيبوا فيهم الطالي، فهمت البيس دي تاشي، البنوات، السيجمونات، معناها البيس مطلوبه هنا موجوده، ماهمش مفقودين. بارابور الاخرين مفقودين، اللي نتيح له سكوتير من الاخرين نتاع فرنسا ولا نتاع بلجيكا ولا فهمت ولا ياسر. مشينا للزهره برشة حبيب بوشناوي. حبيب هو واحد من الميكانيكيين المعروفين في ولايه المهديه ومختص في هذا النوع بالذات من الدراجه الناريه. بالنسبه للمهدويه يحبوا الفيسبا، بما ان هي نشأت، بما ان هي سائحه برشا بالنسبه للبياج وهذا جميع انواع الفيسبا وما تبعها، ناجحين هما صحاح ككاروسيري وكميكانيك كلها سائحه باهيه، وتاقلمت مع الجهه هذه ومشات معاهم على حبها، ولات كل التراث ولات مولود معاهم اصلا. انا عندي شوف من السبعينات موجوده الفيسبا بالمدينه، بحكم هي عمالنا بالخارج مربوطين ديما بإيطاليا، وإيطاليا هي اللي تصنع الفيسبا. معينة موجودة وقطايع نتاع موديلات مش موجودة؟ والله ديما هي طول بالنسبة للقطايع موجودة، وبالنسبة للي يقدم برشا تلقاها بشي تفقد بشوي بشوي، ماشي بشوي بشوي، تسوم القطايع، حكم تو تلاقوا بسكوترات حاجة جديدة، ديما الموديل جديد اللي مشات بشي طايح القديم. تو فما حويجات ناقصين مش حكاية كبيرة. أنا لا بأس تلقى حتى كي تتعطل شوية وبعد تلقى لا بأس. ويبقى سؤال كيفاش الفيسبا باش تنجم تفرض روحها في خضم التطور نتاع وسائل النقل، والفكرة المهدية في استغلال الخصوصية هذه لدعم السياحة في الجهة.